السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة راجعين مع بعض وفيديو جديد، وهنعمل مع بعض أحلى صلصة للبيتزا، وهنعمل كمان عجينة البيتزا الطرية الهشة الجميلة. عجينة ناجحة ومضمونة إن شاء الله هتنفع وهتعمل لك أحلى بيتزا، وإن شاء الله الصلصة بتاعتنا كمان تعجبك. بس المختلف النهاردة، عايزين نعمل الصلصة بتاعتنا، والعجينة هنسويها كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، من غير اي حاجة ومن غير اي اضافات. عايزين نحفظها في الفريزر، وقت ما نحب نخرجها ونعمل البيتزا بتاعتنا في ثواني. وكمان الصلصة هنحفظها في كياس ونخرجها مع البيتزا، ونضيف بقى للبيتزا اللي احنا عايزينه. زي ما واضح قدامكم اهو، عجينة البيتزا طرية وهشة وجميلة، وكمان السمك بتاعها حلو وجميل. هتقدري بالطريقة دي تحفظيها في الفريزر، وزي ما قلتلك، وتخرجيها وتعملي بيها بيتزا منتهى السهولة زي كده. مثلا هتجيبيها هتحطيها في الصينية بتاعتك، هتاخدي كده من الصلصة اللي انت هتكوني حافظاها في الفريزر. طبعا احنا عارفين ان الحاجات اللي احنا بنضيفها للبيتزا بتكون يعني مستوية وكده، مش محتاجة نار كتير او مش محتاجة سوا كتير يعني. هتحط الصلصة كده بتاعتك. لو في يوم تكوني فاضية فيه تقدري تعملي كمية وتحفظيها في الفريزر، وقت ما تحتاجيها هتلاقيها على طول. هتحط الاضافات بتاعتك دلوقتي، الحاجة اللي تحبيها طبعا، دي لعبتك. بشكل عشوائي كده كل حاجة قدامكم. طبعا انتي ايه، دي في الحاجة اللي تحبيها للبيتزا، عايزة تعملي تونة، فراخ، الحاجة اللي تحبيها. معلكيش غير ان انتي تخرجيها من الفريزر وتعملي بمنتهى السهولة. طبعا ضيفي الجبن بتاعتك اللي تحبيها. يدوب هتدخليها الفرن، مفيش، مش هتاخد دقيقتين كده وهتخرج معانا، لان هي مستوية اصلا. وده كده شكل البيتزا بتاعتنا بعد ما خدتش دقيقتين معانا بالظبط في الفرن. زي ما قلتلك هتقدري تعمليها في ثانية واحدة لو احتفظتي بالعجينة بتاعتك مستوية، ولو احتفظتي بالصلصة كمان. يلا بقى نشوف هنعمل العجينة ازاي والصلصة بتاعتنا. بس ما تنسيش، لو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في قناتي، قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ولك مني جزيل الشكر. اول حاجة تعالوا كده مع بعض هنعمل العجينة بتاعتنا، علشان اثناء وهي بتختمر هنعمل صلصة البيتزا. هحتاج هنا لعمل العجينة بتاعتي 5 كوبايات من الدقيق، ما يعادل كيلو تقريبا، كوبايتين من اللبن،
خمس معالق من الزيت او ربع كوباية زيت زي ما انتوا شايفين، بيضة واحدة، معلقة خميرة كبيرة، معلقتين سكر، معلقة ملح صغيرة، كوباية من الزبادي، ومعلقة خل. عايزة تستغني عن اللبن اللي هو السايل بحليب لبن بودرة، ممكن تستغني وتعجني باللبن، هيكون مثلا خمس معالق من لبن البودرة اللي هو الحليب البودر. أول حاجة هنعملها هجيب المكونات الجافة كده على الدقيق، الملح، الخميرة، السكر، وهقلبهم كويس. هجيب الحاجة اللي هعجن فيها، هضيف بقى المكونات السائلة بتاعتي، هضيف اللبن، هضيف الزيت، والبيضة، والزبادي. هضربهم كده ضرب خفيفة كده مع بعض. خلاص كده هنزل دلوقتي بالدقيق، خلاص كده نزلت بالدقيق، هقول بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي اعجن. اعجن كده بايدي زي ما انتوا شايفين، هخلص عجن واوريها لكم العجينة هيكون شكلها ايه. خلاص اهو قدامكم انا عجنت العجينة بتاعتي، شايفين القوام بتاعها يكون ازاي، ما تقلقيش منها وتقولي ان هي تخينة شوية او كده، هي بكل المكونات اللي فيها ان شاء الله هتكون طرية وهشة. انا طبعا ضفت معلقة الخل، ما ضفتهاش قدامكم، انا ضفتها زي ما قلنا عليها. دلوقتي هجيب مكان الكوباية اللي كان فيها الزيت، هدهن كده بس بالفرشة، وهغطيها وهسيبها ايه تخمر من ساعة الا ربع لساعة. ونروح بقى نعمل ايه، نعمل صلصة البيتزا بتاعتنا في الزمن اللي هتخمر فيه العجينة. هنيجي بقى لعمل الصلصة بتاعتنا بتاعت البيتزا، دول 6 حبات من الطماطم مضروبين كويس في الخلاط، بعد ما ضربتهم صفيتهم كويس من القشر وكده، هنا معلقة كبيرة او معلقتين من معجون الطماطم، صلصة الطماطم، عندي بصلة متوسطة مفرومة ناعم او مبشورة قوي، اصغر حاجة في المبشرة علشان نراعي ان انا صلصة البيتزا بعد ما نعملها مش هنضربها في خلاطة او اي حاجة، هتبقى زي ما هي كده على النار جاهزة على طول. عندي معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، عندي معلقة من الزعتر، عندي فص ثوم واحد مهروس ناعم، عندي معلقة من السكر. اول حاجة هنعملها في الصلصة بتاعتنا واول خطوة، هجيب الحاجة بتاعتي اللي هعمل فيها الصلصة ويكون فيها معلقة من الزيت، هنزل بالبصلة بتاعتي، هقلبها كويس، شايفين البصلة معايا من المفرومة ناعم اوي ازاي كده، هنزل دلوقتي بفص الثوم
يا دوب كده اخلي ريحتهم تطلع معايا تقليبه والثانيه كده بس، هنزل بعصير الطماطم. هقلبهم كويس. هنزل دلوقتي زي ما انتم شايفين بمعجون الطماطم. هقلبهم هنزل بباقي حاجتي ملح وفلفل. هنزل دلوقتي بالزعتر. الزعتر بيدي ريحة جميلة قوي قوي لصلصة البيتزا بتاعتي. هنزل بمعلقة السكر. انتوا طبعا كلنا عارفين السكر ليه في الصلصة او في الطماطم عموما، علشان الحموضة اللي فيها تختفي ما بتأثر ليش على الطعم ولا اي حاجة. خلاص كده انا خلصت، هسيبها ايه تتسبك كده على النار وهنشوف شكلها معا. اهم حاجة شايفين، شايفين النعومة بتاعتها، شايفين شكلها كده مقدما. كل ده ليه؟ علشان البشر قصدي البصلة بتاعتي مبشورة كويس، وكمان الطماطم صفيناها. خلاص اهي الصلصة بتاعتي كده اتسبكت، ادي شكلها، نقدر دلوقتي نستخدمها على طول. وبكده نكون مع بعض عملنا احلى صلصة للبيتزا. تقدري تستخدميها زي ما قلنا، تقدري كمان لو عملتيها بكميات او كده تحفظيها في الفريزر في اكياس، تخرجي منها براحتك وتعملي في الوقت اللي انتي حباه. هنرجع بقى للعجينة بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه ونسويها ازاي. اهي العجينة اللي عملناها مع بعض، خمرت زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هعمل ايه؟ هلمها كده. بس كده رجعتها. هجيب حاجة كده هقطعها كور. الشكل ده ممكن القطعة الكور بتاعتي تكبر او تصغر على قد الصينية اللي انا هحط فيها البيتزا. راعي كده كويس. هعملها قدامكم وهنشوف السمك بتاعها هيكون قد ايه. مفيش كده نص سنتي، احنا عايزينها ايه تطلع حلوه كده معانا وما تطلعش السمك بتاعها تخين. كل ما العجينه كانت عجينه البيتزا كانت رفيعه وكده تدينا نتيجه احلى وطعم اجمل. كده خلصتهم تقطيع. طبعا خلينا نراعي ان انا الحاجه اللي مقطعه عليها دي بفرشه كده خفيفه ودهنتها زيت عشان بس العجينه بتاعتي ما تمسكش فيها. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هجيب الصينيه اللي هحط فيها
عجينه البيتزا بتاعتي، ادهنها كده دهنه خفيفه قوي. هجيب العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده فيها، مش هفردها باي حاجه، بايدي بس. زي ما قلت لك هفرد العجينه بايدي، سهل قوي. هتتفرد معايا بمنتهى السهوله، وكل ما تخلي العجينه بتاعتك ترتاح كل ما هتتفرد بسهوله قوي. افردها كده، انا هو فردت العجينه بالطريقه دي قدامكم زي ما قلنا عليها. راعي ان زي ما قلت لك تكون شايفين السمك بتاعها، يا رب يكون واضح، رقيق قوي كده. لو انت مثلا، احنا علشان هنعمل العجينه دي ونشيلها ونحفظها في الفريزر، مش هنحشي الجوانب او الاطراف بالجبنه، لان احنا كده هندخلها الفرن مره تانية. لما تكوني هتعملي البيتزا بتاعتك على طول، عايزه تحشي تفرديها شويه وتحشي كل الجوانب دي جبنه وتتنيها، ماشي انا معاكي. انما احنا بقى عاملين العجينه دي بتاعتنا علشان نحفظها في الفريزر، ووقت ما نحتاجها نطلعها. هعمل الكل زي بالطريقه دي، هسويها وهوريكم التسويه بتاعتها هتكون ازاي. طبعا انا مش هسويها تسويه كامله، لان احنا لسه لما نحفظها ونيجي نخرجها من الفريزر ونضيف عليها المكونات وحاجتنا هندخلها تاني الفرن. هسويها ونشوفها مع بعض. طبعا قبل ما ادخلها الفرن، انا مش هدخلها الفرن مباشره، هسيبها كده يا دوب 10 دقايق، علشان لو دخلتها الفرن مباشره هتبقى ناشفه معايا، انا عايزاها طريه وهشه كده، هسيبها 10 دقايق قبل ما اسويها في الفرن. وده شكل فطاير البيتزا بتاعتنا بعد ما سويناها في الفرن. التسويه مش كامله علشان احنا نحفظها في الفريزر ونخرجها وقت ما نحب ونسوي البيتزا بتاعتنا. يا دوب نحط عليها الصلصه وتحط عليها المكونات اللي نفسك فيها، هتعمليها بالتونه، هتعمليها بالفراخ، هتعمليها بالخضار، هتعملي البيتزا اللي نفسك فيها. يا دوب 10 دقايق تحطيها في الفرن وتكوني عملتي احلى بيتزا في وقت قليل قوي قوي. طبعا هي مش كامله السوى، وهي طريه معانا وحلوه قوي وهشه جميله. عملنا كمان صلصه البيتزا، تقدري كمان تحفظيها عندك في الفريزر زي ما قلت لك، في اي وقت محتاجه تعملي بيتزا على السريع هتلاقي البيتزا عندك جاهزه في دقيقتين في خمسه. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون قدرت افيدكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش قبل ما اسيبكم، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني جديد، ولكم مني جزيل الشكر.